الفقرة الطيبة في الأيام الطيبة، الفقرة اللي مليانة نور، نورها بذكر الله سبحانه وتعالى وسنن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وبوجود الشريف الممدود مولانا الشيخ محمد رضا من علماء الأزهر الشريف ومن مؤسسة نبض الحياة. شرفتنا يا مولانا وأنستنا. الله يبارك فيك يا دي النور يا دي النور. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا مولانا. حضراتكم معودنا بنبتدي الفقرة بالصلاة على سيدنا النبي. أحمد الحق تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيد الوجود والبركة العامة في كل موجود، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه عدد حروف القرآن حرفًا حرفًا، وعدد كل حرف ألفًا ألفًا، وعدد صفوف الملائكة صفًا صفًا، وعدد كل صف ألفًا ألفًا، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد كل ذرة ألف ألف مرة، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك ونفذ به حكمك في برك وبحرك وسائر خلقك، عدد ما أحاط به علمك القديم من الواجب والجائز والمستحيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مثل ذلك وبعد. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله. مولانا، دايما كده بنسمع صوما مقبولا، هو في صوم مش مقبول؟ وازاي اقدر انا احقق القبول لطاعه زي طاعه الصوم او فرض زي فرض الصوم؟ اولا الله سبحانه وتعالى جعل الغايه من الصيام ان يصل الانسان الى تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالرجاء من الصيام تقوى الله سبحانه وتعالى. كيف أصل إلى تقوى الله؟ والتقوى أصلا هي التي تكون سببا لقبول الأعمال. إنما يتقبل الله من المتقين. صح. فإذا أنا عندي جاء لي الصوم، فريضة الصوم في هذا الشهر العظيم، لماذا؟ لأصل بها إلى تقوى الله، وبتقوى الله سبحانه وتعالى يتقبل الله عملي. نشوف الخطوات. أيوة. نعملها إزاي؟ أيوة. أولا الصيام سر بين العبد وبين ربه. لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. علشان كده الإنسان وهو صايم فهو صائم عن الطعام، عن الشراب، عن الشهوة، وهذا ما أحله الله له، وعن الحرام الذي حرم عليه أصلا في غير رمضان. أيوه. النظر بشهوة، الاستماع للمغتاب، الغيبة، النميمة، الكلام السيء، كل الجوارح بتقترف في غير رمضان. إحنا في نهار رمضان عندنا اللي مطلع علينا وشايفنا مين؟ الله ربنا سبحانه وتعالى. يعلم خائنة الأعين. يعني أنا أكون ممكن قدام حضرتك محترم بس في خيانة في النظر. أيوه. يبقى ربنا عالمها. طيب أنا بكلمك وبضحك ومش عارف إيه بس قلبي مش كويس. يبقى ربنا اللي شايفه. يبقى ده ما يصلحش في رمضان. اللي بيعمل كده إيه؟ اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: رب صائم ليس له من صيامه إلا التعب والنصب. صام ونظر لحرام، صام واتكلم بالحرام، صام واستمع إلى الحرام، صام وإيده امتدت لحرام، صام وسعى الحرام، صام وأكل حرام. كل ده لازمته إيه؟ طب أنت صمت عن الطعام والشراب الحلال أصلا والشهوة، فمن باب أولى أن تصوم عن المعاصي والذنوب. طيب إذا لو أن الإنسان فعل هذا كان الصوم مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. وهنا كانت الجائزة من الله سبحانه، حيث يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، لأنه سر بينه وبين ربنا. أيوة. فإنه لي وأنا أجزي به. شوفي، ترك طعامه وشرابه من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. طب إذا كنت أنت تركت الطعام والشراب والشهوة من أجل الله سبحانه وتعالى، فمن باب أولى أن تترك كل ما حرم الله. صح. علشان الصيام
يكون ايه؟ مقبول. مقبول. طيب والعطاء هنا اما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا وانا اجزي به، اما حضرتك يكون انت شغاله مع حد كريم جدا وبعدين يقول لك بس يا استاذ نشوى اطلع بس الحلقه ديت وان شاء الله يعني انت عارفه يعني تقول لا ده انا هطلع مش مهم اتكلم معاه مش مهم اتفق ليه انت ضمن حقك مظبوط وزياده شويه بالظبط هتاخد حقك وزياده شويه ليه لان انت عارفه ان هو عمره ما هيبخسك حقك وهيديك ويكرمك كمان خدت حضرتك ما بالنا بمن خلق الكرم سبحانه وتعالى عطاؤه يا ترى هيبقى شكله ايه ان في الجنه بابا يقال له الريان لا يدخل منه الا الصائمون جعل لهم باب مخصوص ومن بقى اللي هو ربنا هيقبل منه احنا قلنا الشروط التقوى ايوه طيب الشروط ايه الاداب الاسلاميه اللي المفروض التزم بها عشان صيامه يكون مقبول اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخب فلا يرفث لا يتكلم بكلام فيه مقدمات جماع ولا يرفع ولا يصخب يعني ما يعليش صوته مش كل حاجه يقول لك واحد يعلي صوته يقول لك اصل صايم ايوه لا صايم بتقدم ايوه يعني اذا انا فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يتكلم بكلام فيه فسق ايوه ما يكونش يبقى انسان عنده دين كده ايوه ويعرف ربنا طيب وارد جدا ان حضرتك محترمه ومؤدبه يجيب لك حد ما فيش يعني مش مؤدب ارد عليه بقى انا زيه زي مثلا يقول سيدنا النبي يقول لنا فان سابه احد او شاتمه فليقل اني صائم اني صائم ليه بيقولها مرتين الاولى ليذكر الاخر بانه لن يرد عليه لانه صائم والثانيه ليؤكد على نفسه بانك خل عندك عقيده واوعى ترد لان احنا صايمين هنبوظوا صيامنا ان رضينا فان سبه احد فليقل اني صائم او شاتمه فليقل اني صائم اني صائم مرتين لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك الله شوف حضرتك بقى يعني المكانه مكانه عاليه جدا لكن كلها اخلاقيات سلوكيات وهذه السلوكيات الطيبه تجعل باذن الله الصيام مقبول نعم طيب يا مولانا ولو بقى حد كمان فوق السلوك عمل أفعال يعني بيبتغي منها رضا ربنا وإن صومه يتم قبوله بإذن الله يا رب يقبل منكم جميعا صالح أعمالكم فهستأذنك نشوف تقرير وحضرتك تعلق لنا عليه ويعني الناس بقى اللي كانوا سبب في الخير اللي بيحصل جزائهم إيه وجزاء صومهم عند الله إيه نشوف التقرير بعد إذن حضرتك ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا في مجال المشاركة المجتمعية اللي بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة النهاردة مؤسسة نبض الحياة وصلت محافظة المنيا عشان نفتتح مع بعض محطة العزبة البيضاء في مركز صملوط ومحافظة المنيا هنيئا لأهل الخير وهنيئا لكل إنسان الله سبحانه وتعالى جعل على يديه الخير فاعل خير ده كان اسم المتبرع بإنشاء محطة قرية العزبة البيضاء بمركز صملوط بمحافظة المنيا احنا بنشكر فاعل الخير وندعي له ان شاء الله ربنا يجازيه خير ويجعله في ميزان حسناته ان شاء الله شكرا لفاعل الخير محطة العزبة البيضاء هتوفر 25 ألف لتر يوميا عشان تخدم اهالي القرية والقرى المجاورة وكل عمل ليه أبطال ولكن السؤال هل انا في يوم الايام وفي وقت من الاوقات هكون بطل لحكاية من حكايات عمل الخير هي حلوة وكويسة وزي العسل شكرا مؤسسة نبض الحياة شكرا مؤسسة نبض الحياة في عزبة راجح قرية العزيمة بمركز صملوط بمحافظة المنيا كان الأهالي على موعد مع افتتاح محطة لتنقية ومعالجة المياه بالقرية سقي الماء وهو من أفضل الأعمال وأجل الأعمال إلى الله عز وجل ونخص طبعا بالذكر وريت حضراتكم تأمنوا معانا بالدعاء للحج عاطف اللي عمل المحطة بتاعة عزبة راجح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه صالح العمل والمحطة تم تنفيذها على أعلى مستوى من التقنية والمعالجة لتوفير أنقى كوب ماء وهتنتج يومياً 25 ألف لتر يومياً وعشان تخدم ما يقرب من 20 ألف نسمة يومياً مؤسسة نبض الحياة عملت لنا مية جديدة وعملت لنا مية حلوة ويا رب جعلهم زاد حسنتكم يا رب إن شاء الله مؤسسة نبض الحياة كعادتها سارعت في تلبية احتياج الأهالي بإنشاء محطة تبرع بها الحاج عاطف أمين
والحمد لله رب العالمين اتنفذت زي حضراتكم ما انتم شايفين التقنيات اللي بتراعيها مؤسسة نبض الحياة في تنفيذ كل المحطات. أفضل شيء الإنسان بيتعاون فيه هو سقي الماء. في قرية قرقشندة مركز طوخ محافظة الأليوبية كان افتتاح المحطة رقم 29 اللي نفذتها مؤسسة نبض الحياة. ومبروك لمن نقوم لهم بعمل هذا الخير. النهاردة بكلم حضراتكم من محطة المعالجة والتنقية الجميلة اللي ربنا سبحانه وتعالى سقي ليها أهل الفضل والإحسان والبر. وفرحانين قوي بقرية قرقشندة بمؤسسة نبض الحياة عشان نقلنا المياه وخلونا المحطة ميتها جميلة. والمحطة هتنتج 25 ألف لتر يومياً. الأسبوع اللي احنا فيه نبض الحياة افتتحت 3 محطات في أماكن مختلفة في أسبوع واحد. النهاردة نبض الحياة بتقول بكل قوة وصدارة وجدارة إن المنافس الحقيقي لها هو الزمن. ولا يزال قطار نبض الحياة ينتقل من مكان إلى مكان يجوب كل ربوع مصرنا الحبيبة. شكراً لمؤسسة نبض الحياة. شكراً لمؤسسة نبض الحياة. شكراً لمؤسسة نبض الحياة. شكراً لمؤسسة نبض الحياة. سبحان الله سبحان الله يا مولانا. والله العظيم فرحة الستات الأفاضل والأطفال والكبار سنا وهم بيشربوا حاجة تشرح القلب. وبعدين حضرتك لفت نظري لحاجة مهمة، المحطة دي بتخدم تقريبا 30 ألف نسمة يوميا. فأقول بقى حضرتك للناس فرح بقى فعل الخير. أولا يمكن احنا بس قبل هذا التعليق احنا يعني احنا عايزين، حضرتك سألتني قلت لي يعني ايه الاعمال اللي الانسان يعملها يعني تجعل الصوم مقبولا. يعني احنا طبعا الالتزام بالصلوات في جماعة، قراءة القرآن، الاستغفار، الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كل اعمال الخير. طيب احنا واحنا بنشوف حاجة زي المحطات، سيدنا النبي قال لنا إيه في الصيام؟ قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار. صائم واحد، من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار. في الطبيعي إن اللي سقط كلب ربنا غفر لها الكبيرة اللي هي كانت مرتكباها، صح؟ طيب أما نيجي في رمضان وسيدنا النبي يقول لنا: من فطر صائم كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار. قال رجل: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم عليه. قال: من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن. طيب شربة ماء هنا المحطة عندنا بتخدم كام؟ من 20 لـ30 ألف. الإنسان كل يوم وهو على الفطار قدامه الألوان والعصاير والطمر يشرب بقى مية واللبن الأول. يقول أنا عايز مية الأول. أنا عايز ليه؟ مية لازم. لأن الجسد احترق من قلة الماء وبحرارة الجو فيحتاج إلى ما يطفئ هذه الحرارة. يبقى عايز يشرب إيه؟ عايز يشرب مية. يبقى أول شيء هيعمله إيه؟ وخلي بال حضرتك صاحب المحطة اللي تبرع بها ما كانش في دماغه الحتة بتاع الصيام دي أصلا. سبحانك يا رب. يعني الإنسان اللي بيعمل العمل ده هو عامله عشان يزجي الناس وعشان ياخد الأجر والثواب بتاعه. لكن كمان رمضان، لكن المنحة بقى الرمضانية اللي ربنا سبحانه وتعالى البداية خير وخير وفير. تخيلي حضرتك كل اللي بيشرب كوب ماء فأنت فطرت صايم. يا سبحانك يا يعني رب. سبحان الله. يعني احنا يمكن بعض الناس في كثير من الأوقات لا يعي أو لا ينظر أو لا يدرك أو لا يتخيل ولا يتصور إيه الخير اللي هو حلع. لكن لما كان صادق النية مع ربه تبارك وتعالى ربنا جزاه بزيادة، اختبأ الله له أشياء هو لم يفكر فيها ليسعده ويدخل عليه السرور كما أدخله على خلق الله. مو حضرتك يعني أنا ما حشرب كوب ماء منقى ومعالج زي ما حكون حشرب مية من الحنفية مباشرة؟ لا يا ترى المؤثر شكلها إيه؟ يا ترى فيه إيه؟
شوف حضرتك يا ترى الأملاح نسبتها كام كل ده؟ لا ده أنا بشرب كوب ماء نظيف. فتخيل حضرتك هو لم يفكر في أنه سيفطر صائم أبدا، ربنا اللي ادانا الهدية. ولكن سبحان الله بنياتكم ترزقون. وإحنا ممنوع نقول اسمه؟ نعم ممنوع نقول اسمه. نعم ممنوع. طيب هو يعني فعل بس هو أنا هو عايز هو فعل خير. هو أطعم، وهو اللي كان عامل الإطعام برضو يوم ما كنا بنفتح المحطة. الله أكبر. هو اللي عامل الإطعام. ولو شفت حضرتك الناس دي يعني سبحان الله. لكن طبعا أنا مش عايز أتكلم في هذا الأمر، لكن إحنا محتاجين كلنا أن نكون دايما ننظر إلى أنفسنا لنفسنا إحنا الأول. أنا يعني حضرتك لو أنت قريت جزء القرآن في اليوم لك بكل حرف حسنة، والحسنة عشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. حضرتك قريتي جزء، قريتي 10، أنا هاخد منهم حاجة؟ لا ليك أنت. صح. طيب أنت أنفقت نفقة في سبيل الله، أنا هاخد أنا منها حاجة؟ لا أنت اللي هتاخديها. خدت حضرتك؟ يبقى اللي أنت بتعمليه هو أعيد لك بالظبط، هو اللي بيعود عليك أنت. أنا أول المنتفعين، انا نفعت غيري لكن انا المنتفع الاول. ايوه انا المستفيد الحسنات الاول. اللي هتجيلي دي هي المنفعه الكبيره. انا المستفيد الاول، انا اللي ربنا راضى عليا ووفقني ان انا اعمل كده، وانا ما كنتش واخد بالي ان انا هاخد الاجر والثواب ده كله. ما هو في ياما ناس بتقرا قران بس مش عارف ان العدد بتاع الحسنات ده شكله ايه. طبعا حضرتك وياما ناس بتصلي ومش عارف هو صلاته اتقبلت ولا لا، ولما ربنا يقبل ما هوش عارف اجرها شكله ايه عنده. طيب الرجل الصايم اللي بيصوم برضه صام واتقى ربنا قوي وخلى سلوكياته تمام عشان ربنا يقبل منه الصيام، لكن لا يعلم ما اختبأه الله له من الاجر والثواب. سبحان الله يا مولانا. طيب ده اللي ربنا بيختبئه للانسان. طيب احنا عملنا العمل واحنا مش واخدين بالنا، لكن لقينا فيه شيء ظاهر في الأجر والثواب لنا موجود فيه. ربنا يتقبل من هذا الفاعل الخير الطيب ويديله الصحة والعافية يا رب. حضرتك من غير ما تدرى ربنا ادالك هدية، انت طلبت من ربنا رضاه وهو دلل برضاه على حضرتك ان المحطة هيشرب منها يوميا 30,000 صائم. حضرتك هتكون بفضل الله سبب في افطاره، فانت بتفطر كل يوم كل يوم. يعني واحد لو فطر 3-4 كل يوم بيقول الحمد لله. انت بتفطر 30,000 ان شاء الله يوميا في ميزان حسناتك. ربنا يجازيك كل خير انت وامثالك وانت وكل الناس اللي بتشوفنا وخدت القرار ان يبقى ليها نصيب. ان شاء الله تفطر واحد بكوبايه ميه واحده وتقول الو انا عايز اتبرع بكذا باللي تقدروا عليه في انشاء المحطات القادمه، لان كان استاذ عبد العزيز وعدنا ان تقريبا كده هيفتح كل اسبوع محطه، فما شاء الله الاسبوع ده بس اللهم صل على النبي فاتحين 3 محطات. يمكن الاستاذ عاطف ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب، كان عامل المحطه رجاء ان ربنا يشفي ويعافيه يا رب. وكان معايا ما فكرناش ان هي هتفطر صائم. سبحان الله. ما هو ده من حياتك دي هديه. يعني هو طلب يعني رضا ربنا، فربنا قال له انا راضي عنك بالبرهان بقى اهو ودلله. هو ربنا يشفيك ويعافيك يا استاذ عاطف يا رب، ويكرمك في اولادك وفي حياتك وفي اسرتك وتبقى زي الفل ان شاء الله ويجازيك كل خير. هستاذنك نشوف برضو افعال طيبه تانية وحضرتك تعلق عليها. نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا. مؤسسة نبض الحياة بتجهز كرتونة رمضان السنة دي بأجود الأصناف عشان تناسب الأسرة في شهر رمضان الكريم. إحنا أهالينا وإخواتنا الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية عايزين الكرتونة دي، عايزين الخير ده يشوفوه في شهر رمضان. عارفين ليه؟ لأنه بيدخل عليهم السرور والبهجة. مفيش أجمل من أيام نفحات شهر رمضان، علشان كده احنا بنسعى جاهدين وبنمد ايدينا لحضراتكم عشان نتشارك الاجر ده ونتشارك العطاء ده بكرتونة الخير اللي بتقدمها مؤسسة نبض الحياة للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. بكرتونة الخير، كرتونة بتتكلف 400 جنيه. مش بس كرتونة الخير اللي بتوزعها مؤسسة نبض الحياة في رمضان، كمان نبض الحياة بتوفر وجبات جاهزة بتوزعها في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. عندنا كمان التنوع الجميل، فتحنا باب
لإفطار صائم بوجبة قيمتها 95 جنيه. وهدفنا في شهر رمضان المبارك في مؤسسة نبض الحياة نوصل لمئة ألف وجبة، لكن الوجبة الأولى بتكون من عند حضرتك. مشاركتكم معانا هتخلينا نوصل لأكتر عدد من الأسر الأكثر احتياجاً، وبوجود حضراتكم معانا زي ما متعودين في مؤسسة نبض الحياة مستهدفاتنا بتكتر، ووصولنا للأسر الأكثر احتياجاً بيكتر، وطول الوقت أهالينا في نجوع جمهورية مصر العربية وقراها منتظرين خيركم. ساهم معانا في مؤسسة نبض الحياة في كرتونة الخير علشان خيرك يوصل لغيرك. نبض الحياة بتستهدف إنها توزع 50,000 كرتونة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية عشان يدخل السعادة والسرور على كل أسرة مستحقة لهذه الكرتونة. وانت بتعلقي زينة رمضان عشان تفرحي ولادك، ما تنسيش إن في أسر هنفرحهم مش بزينة بنعلقها، بكرتونة بنقدمها لهم. إيديكم في إيدينا ندخل الفرحة لكل البيوت. مؤسسة نبض الحياة بتدعونا دايماً إن احنا نكون مع بعض في شهر الخير. كل سنة وانتم طيبين. منتظرين اتصالك على 15740، وشوف هنسعد مع بعض ملايين. اسم الله اسم الله على بناتنا وولادنا، يعني اقول ايه، خادمين الخير في نبض الحياة. يعني ما شاء الله ربنا يحميكم يا اولاد. ويعني هو الحياة دايما استاذ العزيز لما اقول له حضرتك مجهود يقول لي لا ده مجهود كل الناس في نبض الحياة، فربنا يجازيهم خير. احنا بفضل الله الحمد لله يمكن عندنا العمل الجماعي ما فيش حد فينا له فضل ابدا، احنا كلنا ايد واحده وكلنا بنشتغل من اجل قضاء حوائج الناس. طب اسمح لي اقول حاجه يا مولانا. اتفضل. حصلت في واحنا بنشوف التقرير والساده المشاهدين ما شافوهاش، مولانا طول ما هو بيشوف التقرير عمال يدعي لاولادنا دول، ف يعني حسيت ان كان اب بيدعي لعياله. ايوه والله. مش هيشوفوا ده لان احنا واحنا بنشوف التقرير، بس انا وقفت عند الحته دي حضرتك عمال تدعي لهم ربنا، وحضرتك عارف ده فلان ودي فلانه وده كذا وده يعني انت عارف حتى تفاصيل كما الاب. ما هو طبعا هو كلك ولادي ودايما، وحتى اللي ما يعرفونيش واللي بيتصلوا بيا كانهم ولادي. الحمد لله. يعني كان عندي اتصال امبارح في حد، واحنا يعني نستغل الفرصه وندعو الله تبارك وتعالى لكل انسان ان ربنا يكرمه ويصلح حاله مع ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله. واي انسان مذنب او يعني احنا الاطعام احنا شايفينه ضمن هذه الاشياء، يعني انا لو بعمل كفاره يمين او بعمل نذر بادي نذر عليا او بطعم فديه، خدت حضرتك، كل ده بيكون افطار صائم مع هذا الاداء. طيب انا يمكن التليفون اللي جالي كان من احدى السيدات وكانت كان الدنيا مسدوده في وشها خالص، لا اله الا الله، من هي في دماغها ان خلاص الذنب ده ما بيغفرش. قلت لها لا يا بنتي، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فاحنا عايزين نستغل هذه الأوقات الطيبة المباركة ونقبل على الله سبحانه وتعالى ونتعشم في ربنا. وربنا عمره أبدا ما حيرجع حد أبدا. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني احنا 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 ربنا رحمته ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمته وسعت كل شيء. ربنا ورحمته كبيرة يا مولانا، ورحمته كبيرة. واحنا عايزين دايما نتبشر ونعيش الايام دي ايام سعادة. يعني لا تحزن لا تحزن طالما انه لك رب. انا ليا ربنا ان شاء الله ما احزنش ايا كان الامر. طب يا مولانا لو حد عايز حاسس بضيق كده وعايز يفك كربه، هل ممكن يتبرع باطعام يطعم ناس وحضراتكم في نبض الحياة؟ يعني المسألة موجودة طول شهر رمضان وما بعد شهر رمضان طول العام، الإطعام الوجبات السخنة دي طول العام، ومطابخ مؤسسة نبض الحياة في أكتر من محافظة بيتم الأكل فيها. حضراتكم شايفين ده الأكل الدائم، يعني الشكل ده هو الشكل الدائم المحترم اليليق بالله سبحانه وتعالى. علاوة على إن معلش يا مولانا الكراتين مفتوح التبرع بالكراتين لحد آخر يوم في رمضان، لان لو وزعنا مثلا حد ربنا اكرمنا وخد كرتونه ما هكفيه اسبوع 10 ايام بكتير، لسه بقيت الشهر طويل،
فلن نتوقف عن قبول انك تساهم في كراتين رمضان او تساهم في الوجبات باموال بفلوس، تمن الوجبه 95 جنيه وتمن الكرتونه 400 جنيه فيها 13 صنف من اللي هم الاساسيين في البيت، تقدر تتبرع باموال او حد مثلا انا عندي نص طن رز هيخلص، لان احنا مع الكراتين في اكل طول السنه، انا عندي مثلا 100 كيلو مكرونه، انا عندي 100 كيلو زئ، حتى لو عيني سكر اي حاجه عينيه بتنفعنا في المطبخ. ما تحرموش نفسكم في الشهر الفضيل ده، والنبي والنبي وانت بتاكل معلقه رز ولا حته اللحمه كده خلي في ذهنك ان في اخ ليك واقف بيبص لك نفسه يدوق. مؤسسة نبض الحياة تتكفل بالنيابة عن حضرتك انها بتروح لاماكن استحالة توصل لها لما تعمل ايه، يعني من اقصى شمال مصر لاقصى جنوبها، من شرقها لغربها، نجوع وكفور عشان توصل لها لازم مثلا تاخد في السفر 12-14 ساعة. فالوجبات دي بينوب عننا، مش مولانا فكرة ان انا نوبت حضرتك او المؤسسة عني، دي بتديني نفس الاجر والثواب تماما. طبعا داس الامانه، وربنا يعيننا على اداء الامانات وتقبل منا جميعا يا رب. لا انا قصدي كمان حضرتك مش شرط اروح انا يعني لا 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 انا صحتي على قدي، انا والدتي مثلا تعبانه مش هتقدر وطلعت. شوف حضرتك، يمكن وحضرتك بتكلمي عن الكراتين دلوقتي وعن الاطعام، احنا عندنا الاطعام طوال العام والاطعام فضل الاطعام طوال العام، الاطعام اطعام، اما ربنا قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اطعام في رمضان وفي غير رمضان، انما هو بيمتاز في رمضان بايه بقى؟ ان هو اطعام وافطار صائم. ايوه اخد الاثنين، باخد الثوابين سواء في الكرتونه او في الوجبات، لكن في غير رمضان هو اطعام له اجر وثواب. ولذلك احنا الحمد لله عندنا الكراتين او المساعدات اللي هي بالحاجات الجافه دي في غير رمضان وفي رمضان، خدت بال حضرتك؟ لكن احنا بنقول دايما ان احنا في رمضان بنستغله عشان يبقى اجر اطعام واجر افطار صائم. اخد يعني ابقى فاطن واضرب على السورين بحجر زي ما بيقول، باخد دبل بقى يعني يعني ربنا بيكرمني ان انا يعني اخد اجرين وثوابين. وخلي بال حضرتك لا يوفق إلى عمل الخير إلا من نقى قلبه وأخلص دينه لله سبحانه وتعالى. كل الإنسان ما يخلص لله وينقي القلب من الشوائب والرذائل والذنوب والآثام، كلما أعطاه الله نورا في البصيرة. الله، ربنا ينور له بصيرته كده، وده صح وده غلط، وده كويس وده وحش، وانا ماليش دعوه باي حد، انا هعمل لله بس ونعم بالله. انا ماليش، وخاصه ان احنا حضرتك يعني كي ازاي تقبل الاعمال بتاعتنا في رمضان باخلاص النيه لله. انا انشغل بنفسي بس، ما انشغلش بغيري، ما فكرش في حاجه خالص غير ارض ربنا ازاي، لان انا يعني كلما اجتهدت في ارضاء الله سبحانه وتعالى كلما ارضى الله عني كل شيء. الله، كلما اجتهد الإنسان في القرب من الله سبحانه وتعالى كلما اقترب الله منه أكثر، كلما كان الإنسان حريص على آداء الطاعات في أوقاتها والنوافل كلما أحبه الله، وإذا أحبه الله أحبه الخلق وأهل الأرض وأهل السماوات. يعني حيكون الإنسان يجد ده يشتري بكم مليار ولا بكم تريليون ولا بمال الدنيا يقدر يشتريه؟ ما يقدرش. لا، يعني ممكن يكون معايا أموال أو ليا جاه أو ليا سلطان، بس قيمتي إيه؟ الناس بتوجبنا سعادة الباشا مش عارف عشان إيه، عشان منصبي. لكن لما يحبوك كده لوجه الله على غير معرفة وعلى غير أي شيء بينك وبينه خالصة لله، خدت بالك؟ إيه اللي خلاه يقول حب ده، احترم ده كويس؟ علاقته بربنا. عشان كده لازم يعني انا بقول لاخواتي واخواتي كل السادة المشاهدين والمشاهدات، خلي بالكم عايزين ننقي نفسنا ونعيش مع ربنا وندعو الله تبارك وتعالى
أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين المستغفرين القائمين القانتين لله رب العالمين. وكل عام وحضراتكم بخير. اللهم أمين. بشكر حضرتك جدا يا مولانا وألف مبروك على برنامج حضرتك، إحنا متابعينه على قناة النهار قبل المغرب، فربنا يكرم حضرتك ومستنيين بقية الحلقات. للأسف الفقرة خلصت، استنيني الفقرة الجاية إن شاء الله هتعجبكم.